دكتور امال رزق رئيس مسابقه ميس ايجيبت، مرحب بك في بوابه الهلال. ميس ايجيبت وورد، اهلا بيك. كلمنا عن معايير اختيار الاول لجنه التحكيم من قبلك. لجنه التحكيم السنه دي كلها شباب زي ما انت شايف كده، يعني اعتمدت السنه دي ان انا اجيب الشباب، وده كان ليه سبب ان الشباب اساسا مع التكنولوجي اللي احنا فيه ده اساسا عندهم وعي اكتر، وهيقدروا يوصلوا اللي احنا عايزين الرساله اللي احنا اللي انا عايزه اوصلها يعني. فانت زي ما انت شايف كده فيهم فنانين، بس الفنانين اساسا فيهم مثلا دكتور، فيهم ناس اخذ شهادات في حاجات تخدم اللي انا عايزاه عامه. فحتى المسابقه كلها هتلاقي فيها اللي بيصور شباب، اللي بيلبس شباب، اللي كلها السنه دي مختلفه. يعني انا اي بليف ان الشباب دول هم العماد بتاع الدوله، واللي هو احنا ممكن نقدر نستخدمهم علشان نطلع باي حاجه. مواصفات ميس ايجيبت 2016 هتختلف عن 2017؟ لا هي ما هو الفكره ان انا بغير فكر بس مجتمع، ان ميس ايجيبت مش ان هي واحده حلوه واموره وتشتغل في موديل او تعمل اعلانات، لا، هي ميس ايجيبت عندها ميشن، عندها مهمه لازم تبقى تشتغل عليها خلال السنه، ان هي تخدم البلد، تستخدم اللقب بتاعها ده ان هي تفيد بيه حاجه او تدي حاجه للمجتمع بتاعها، مش انها تطلع او تعمل اعلانات او تعمل فاشن شو او كده. مش ضد الكلام ده، ولكن اي حد ممكن يعمل الكلام ده، لكن مش اي حد ممكن يشتغل في الحاجات ديت يعني، فاهم ازاي؟ او يستخدم التايتل بتاعه ده ان هو يخدم البلد بتاعته. وجود ملكة جمال روسيا في مسابقة 2016 يمكن كان ليه مغزى سياسي شوية، وهو توطيد العلاقات المصرية الروسية. طيب المرة دي في وجود ملكة جمال كندا وتشيك، ليه مغزى ولا عادي؟ هي كندا وأوكرانيا وتشيك جايين، لا بس هي كندا عشان دي ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، وأساسا هي احنا يمكن ميس ايكو انترناشونال دلوقتي بقت هيئة دبلوماسية، البنت اللي بتفوز بتاخد مننا باسبور دبلوماسي، وبيبقى عندها ميشن ان هي تخدم البلد اللي أخدة منها التايتل. احنا مصر عاطين لكندا باسبور دبلوماسي اساسا تستخدمه خلال السنه، فاحنا لازم نستخدم البنت دي اساسا اللي احنا عطيناها الباسبور دوت لمده 6 سنين ان هي تخدم لنا البلد هنا، فاحنا جايبينها اساسا. وطبعا كندا دوله قويه يعني، لما فاهم مصر تدي لكندا حاجه زي كده، فاحنا جايبينها من اللي هي جت قبل كده واشتغلت اشتغلت تشاريتيز ايفنت، فمن اللي ان احنا جايبينها علشان نعمل بيها بروجكت اساسا الحاجه للبلد، ودي حاجه قويه ان احنا اساسا نجيبها اساسا تبقى مش تشتغل معانا او مش تحضر بس، لا يعني هتحضر وهتكمل معانا، هي شغاله معانا 6 سنين. مش مغزى حاجه، بس هو الفكره ان احنا بنحاول نجيب الناس اللي هي المفيده بره في بلدها نستفاد بيها هنا او نفيد بيها مجتمعنا. كان في هجوم من السوشيال ميديا عنيف يمكن السنه اللي فاتت بعد اختيار ميس ايجيبت 2016، متوقع ان ده يحصل السنه دي؟ بص انا ما بهتمش، انا عندي هدف، عندي هدف والهدف ده عايزه اوصل له، ما بحبش حاجه بتاثر فيا يعني. انا مش شايفه، هم قالوا ان هم مش حلوين، فاهم ازاي؟ انا مش شايفه ان ده سبب يخلي البنات تترفض، كل واحده فيها حاجه حلوه، فاهم ازاي؟ جواها مش لازم تبقى قمر واو، ممكن روحها تكون حلوه، تتكلم حلو، تقدر تشتغل، وده فعلا اللي حصل. لو تابعتوا البنات كلها طول السنه عملوا ايه، هتقدروا تعرفوا الفرق فعلا اللي احنا عملناه في ميس ايجيبت وورلد.